السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على شريف ملان، وين تحدى الجميع وقال لهم أنا لا أزال رئيس شرعي وأدين ب 64 مليار، ويا ريشان زور كل الوثائق. يعني نقولوا باللي هما بيناتهم وما يعرفوا بعضهم بعض، وكاين ناس يعني خايفين من الملال. يعني كاين ناس اللي كانوا في الاداره السابقه في الاتحاديه خايفين من الملال، وعارف شكون اللي كي ملال، عارف علاش جابوه وعارف كاش كاين. يعني ماذا بيهم كوم الليل يهرب، ما يصرح ما والو يهرب وصعي. كاين ناس اللي خايفين من الملال يتكلم كيفاش جابوه لجياسكا، كيفاش تآمروا على شريف محمد حناشي ربي يرحمه. يعني باش يكون على بالكم كاين امور، وين امور خطيره باش يكون على بالكم. حنايا نحوسوا على على النادي تاع جياسكا، يعني فريق جياسكا اللي معروف بالالقاب، معروف يعني حيه كبيره كاع، تاريخ تاعو تاريخ عريق، فريق عريق، فريق عنده تقاليد، عنده بزاف صوالح، مثل وفاق سطيف، مثل وفاق سطيف. نهضروا من القرن، نجيبوها من القرن الجديد لهنا وروح. وفاق سطيف جياسكا، انا سيبورتير تاع سيربي، ماشي غي انا، حنا عائله كامله مبويي ورواح، عائله كامله كي عمامي ولاد عمي كاع شباب بالوزداد، ما كاش منا ولا مليا. بصح شتي لا نهضر الحقيقة، وفاق سطيف جياسكا يعني كي يوصلوا فينال، المهم كي يوصلوا ديمي فينال راهم فينال، يعني يضيعوها كيما نقولوا حنا جياسكا أمام الرجاء، ضيعوها 10% برك، راحت لهم 10%، راحت لهم الربع ساعة الأولى اللي بداو بها، هذا مكان راحت لهم ربع ساعة الأولى وين الرجاء استغل دو بيت، ادمر زوج وقاعد يقصر عليهم. وين اكد رئيس سابق لشبيبه القبائل الشريف ملال انه لا يزال رئيس شرعي للفريق رغم تسلم يزيد ياريشان رئاسه النادي يوم الاربعاء الفارق، وذلك بعدما تحصلت اداره الجديده على تسخير طرد شريف ملال من مقر بعد رفعهم لقضية استعجالية على مستوى المحكمة تيزي وزو. يعني وين شو كيفاش ما تقدر، وهذا كيقولوا ما انتم راكم مصورين، هذا كيقولوا باللي انت راك مصور، هذا كيقولوا انت راك من مارس مصور، هذا كيقولوا اليوم انت راك مصور. يا سيدي ديكوطاج، هذه بطولة جزائرية، شوفوا كيما الاندية اللي تحت كيما الانديه الفوق كاع كيف كيف، عقليه واحده. خاصه انا ماذا بيا كوم الليل يهدر واحد الصوالح راهم عنده، هو كو يهدرهم علامه، كو يهدر كيفاش جابوه وكيفاش تهموا عليه وعلاه جابوه، كاين بزاف امور. ناس لا يشد كروشهم، الناس اللي في الناس في كروشهم ماشي تبن، راهي النار تحرك فيهم النار، وخايفين من ليسونس. شكون ليسونس قرعه تاع ليسونس؟ هذاك شريف ملال لو كان يهدر كيفاش جاو، كيفاش جابوه وعلاه جابوه، واش تايل واش تايل، بزاف امور بزاف امور، كاين بزاف امور وما راهم عارفينها الجماعه اللي جابوها، ما عارفينش كاين مع كاين الناس في الاتحاديه عارفين شتا كاين، وكيف تفاهموا معاه وكيف متهمين معاه وعلاه، وكانوا يخلقوا فوضى معاه بالعاني في ينوضوا المنطقه تاع السيبورتير تاع جياسكا، اللي كاين بزاف امور كيفاش يلعبوا على الاعصاب تاع الانصار، اعصاب واوتار.
اه يا صاحبي، انا مواطن بسيط، راه على باليش تكاين. انا مواطن بسيط برك، راه على باليش تكاين كاين واحد الخبايا. نتمنى ان شاء الله بصح هذاك راه شاد، هذاك فين كيروح للعداله، هذاك فين يمشي ساهل، هذاك فين يمشي من الليل يمشي ساهل. وقال شي من الليل في تدخل له عبر احد القنوات الخاصه سهره الجمعه ان كل الوثائق التي تمتلكها الاداره الجديده مزوره ولا علاقه لها بكل الوثائق الصحيحه التي يبقى يمتلكها. كما اكد من الليل انه لا يزال رئيس للنادي بالرغم من قيام اعضاء المجلس الاداره بسحب الثقه منه وتعيين يزيد ياريشان رئيسا، مؤكد انه سيلجا الى العداله يوم الاحد على اليوم للطعن من اجل الحصول على حقوقه، مطالبه ايضا باسترجاع امواله المقدره ب 64 مليار سنتيم. والله العظيم هذا ابغى تصالح والله لا. وذهب الرئيس السابق لشبيبه القبائل ابعد من ذلك عندما اكد ان صرف اموال باهظه على الفريق منذ توليه رئاسه بدايه عام 2018، حيث ذكر ملال مبلغ 64 مليار سنتيم الذي يقول انه صرفه على الفريق منذ قدومه بعدما وجده مفلس. يحدث هذا في وقت الذي عينت فيه الاداره الجديده لشبيبه القبائل برئاسه يزيد ياريشان نذير بوزناد امين عام جديد تحسبا للفتره المقبله، وعلما ان بوزناد كان قد شغل في الموسم الفارط 2020-2021 ذات المنصب في الشركه الرياضيه ذات اسهم الاتحاد العاصمه قبل ان يستقيل اسابيع معدوده قبل نهايه الموسم الفارط، كما سبق له ايضا وانشغل ذات منصب في نادي شباب اهلي برج بوعريريج. وفي سياق اخر تواصلت تشكيله وان تواصل تشكيله القبائليه التحضير للموسم الكروي الجديد في مركز تيكزدا بقياده المدرب اسطنبولي في اجواء حماسيه رائعه، خصوص بعد زياره الرئيس الجديد يزيد ياريشان للاعبين ووعدهم بتسويه كل مستحقاتهم الماليه في ماليه من اجل في اجل محدد من هذا من هذا من الموسم القادم في الوقت ينتظر فيه الجميع وصول الدولي المالي الذي سيحل بالجزائر في الساعات القادمه بانضمام الى الفريق الذي وقع له 4 مواسم كامله. وعلما ان الشبيبه ستواجه وديا شباب قسنطينه هذا الاسبوع في تيكجدا اين يستعد السنافر للموسم القادم بجديه كبيره. ربعه قال لك 64 مليار اخويا، هو راه يقول مش احنا راه نقولوا، قال لك انا رأي شرعي الوثائق مصورين، هذوك يقولوا له انت راك مصور، هذاك يقول لهم انتوما مصورين، هذاك شكون اللي خاسر؟ خاسر المناصر قاعد يلعب في قهوه الدخان قهوه، واحد جاي مع ملال واحد جاي. نورمالمون الانصار يجوا مع النادي، احنا وين ولات البوله ولات في الجزائر وين؟ تجي هنا الوهرن تصيب انصار مفركتين على ربعه، واحد عنده انصار تاعو، رئيس نادي عنده انصار تاعو، الاخر عنده انصار تاعو. الانصار ولاو تاع ماده تاع 100,000 تاع قهوه تاع بانشوكو، هذا مكان تاع قهوه بانشوكو. تروح لامسيه فين مقسمين، تروح لياسما مقسمين، تروح لسيربي مقسمين، تروح لسطيف مقسمين، يعني تشوف صوالح العقل ما يتصورهمش، شوف امور العقل ما يتصورهمش. هذه نقولوا يا ودي نورمالمون الانصار ما يدخلوش الاداره، الانصار يحمون النادي تاعهم فقط، الانصار يحمون النادي تاعهم، لازم يكونوا اذكياء، لازم يكونوا اذكياء ويحموا النادي تاعهم فقط، ما يحموش رئيس نادي. رئيس نادي كي تهضر معاه تسيبه يخلص، تسيبه يخلص. رئيس نادي يقول لك انا رئيس جيت تاع القلب، جيت تاع الجيب مش تاع القلب، تسيبه يخلص نورمال. ها الناس هاوي راهي ناجحه وانتم قعدوا تتبعوا. ما يمكن لكم انا انسان 64 مليار الراس تاعك يدوروه لك.